سانتي نيوز. نرجع معكم في ماك سانتي برو سانتي نيوز. نحكيوا بقى على بعض الاخبار وهي اخبار ايجابيه الحقيقه. وجوستومون بور فينير سور نوت بوزيتيف، صار ان كونغري اللي تقدمت فيه اخر المستجدات العلميه حول علاج الاورام السرطانيه، وكانت زاده من مخرجات الكونغري هذايا مامولاي في اكسلنت انيشيتيف جمعيه نوران بالتعاون مع كل القطاع العام والخاص. سيدي ذا سراج جوستومون باش تحكي لنا على الكونغري هذايا، وباش تحكي لنا على مامولاي، باش نحكيوا على اون اكسيون اللي باش تجوب كامل تراب الجمهورية وباش تمشي أو فان فون دو تونيزي، وين الناس ما عندهاش الفرصة باش تلقى المعلومات الكافية على سرطان الثدي، وأنكور ميو باش تعمل التقصي والتشخيص المبكر لسرطان الثدي. ريم، حقيقة صار مؤتمر كبير الجمعة الأخرى، في برشا خبراء جاوا من فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، من أمريكا، حول آخر مستجدات لعلاج الأورام السرطانية. وكان حديث ونقاش كبير خاصة في الانتليجنس ارتيفيسيال، في العلاج تاع الأدوية الحديثة، كما قبيك تكلمنا على الليمينوثيرابي اللي هو وسميناهم دي تريتمون، علاج بيرسوناليزي حسب الشخص، حسب الجين نتاعو. دونك تجب تكون انت عندك فرط السرطان هو بيدو، يجم العلاج يجم يفيد انسان وما يفيدش الاخر حسب التركيبه الجينيه نتاعو. دونك هذه ولينا نحكيوا على التركيبه الجينيه، وخاصه على لي ديتكتور دي سينيو تاع الكونسير. تو يجم يحلوا لك الدم، يقول لك راك بعد 10 سنين راك انت باش تمرض، عافانا وفقكم الله، بسرطان الثدي، انت باش تمرض حسب التركيبه الجينيه. يبداو لي سينيو قبل ما تبدا نسميوه لي كلينيك، لي سيمبتوم كلينيك قبل ما يظهر المرض يفيقوا به في الدم، هذوما يسميوهم لي سينيو جينيتيك. دونك حاجه مهمه، وهذا اللي باش يصير فيه التقدم، وباش يصير فيه التقدم تاع العلاج. نوليو نحكيو على العلاج كي الفاكسان اللي جبدنا عليه، يولي ما عادش العلاج الكيميائي، وليت حاجه ديباسي باش يدخل في التاريخ. وقت اللي واحد تقول يعمل علاج كيميائي تصير برشا مشاكل وبدنه كله يتفرعس. هذا العلاج الجديد كانوا مشاو كيما عمل الفاكسان تاع التبركلوز، ولا عمل الفاكسان تاع الكوفيد، ولا حاجه مشى عمل الفاكسان كونت الكونسير تاع البومون، ولا كونسير تاع البروستات، ولا كونسير دو سان. قول مشيت علاجت روحي انا عملت الفاكسان، يشوفوا يقولوا راك انت زك تعمل فاكسان، راك انت مؤهل باش تمرض بالسرطان الثدي، يعملوا لا فاكسان باش ما يخليوش الخلايا الخبيثه تنتشر، فاكسيني. دونك ولينا نحكيو على المناعه، وهذاك علاش نقولوا احنا من اسباب انتشار الكونسير هو نقص المناعه اللي تصير في البدن، ما يعرفش عليها واحد في ستريس، سلوك غذائي، نقص الرياضه. تنقص المناعة، إن فوا نقصت المناعة ينتشر الكونسير، وهذاك علاش بدينا نفهموا فيه. دونك ولينا نحكيو هو نقويو مناعة الإنسان، وهذا حاجة مهمة، نقلة جديدة في العلاج نتاع السرطان. دونك هذه بارابور للكونغري دونك اللي صار حول علاج الاورام السرطانيه، وهذا كان موضوعنا بالطبيعه، وكانت عندنا الاخصائيه وحكينا على هذا الكل، معناتها لاسبي سيانتيفيك مع بروفيسور هند بالحاج علي رئيس توت اوران دو ليميسيون تاع اليوم. وفما اون بون نوفيل اللي خرجتوا بها في هالكونغري هذايا، واليوم مهم انه تتوفر المعلومه فيما يخص سرطان الثدي، وانه سيرتو ناكدوا على التشخيص المبكر. والله في سرطان الثدي هو كل السرطانات، هو التقصي المبكر اهم حاجه في اي سرطان، وخاصه في سرطان الثدي. وقت اللي يفسي التقصي المبكر لي شونس دو سيرفي ولا تمشي حتى 90%، وهذا حاجه مهمه ياسر. دونك ولينا قررنا، والحمد لله بالتعاون بين القطاع العام والخاص، عنا مخابر كان نجم نقولوا عليها ولا لا، هو في اون اكسيون بالاهميه هذه وبالعمق هذه. نشكرهم خاطر قاموا بمجهود كبير ياسر، اللي على خاطر وفروا لو كاميون اللي باش تصير به الحمله هذه، اللي هو كاميون اللي غالي ياسر. في ايكو مامو امبيلاتوار، اول مره عندنا كاميون في تونس
باش يزور المناطق كل وحاجة أخرى باش هو يعمل يعني بريزون شارج الكل المصروف الكل تاع الكاميون هو باش كفل به تيلة الحملات الكل اللي في عام باش ندوروا الولايات الكل خاصة المناطق البعيدة باش نمشيو باش نزوروا المناطق الكل مجانيين والعلاج سيكون مجاني وهذا بالتعاون مع الديوان الأسرة والعمران البشري اللي أول مرة عملنا عقد شراكة تريبارتيت بين نوران مخابر نيابوليس و مع الديوان الوطني الأسرة والعمران البشري إن شاء الله هذا تحت إشراف وزارة الصحة اللي هو برك فيه وأعطى انتشار انطلاق الحملة انطلاق الحملة سيد وزير الصحة اللي هو نحب نشكر بالمناسبة اللي دعم الفكرة وسندها وجاء بالمناسبة حضر نهاري عبادة وكان يأكد على اللي تكون هذه تزور المناطق كل الجمهورية التونسية وإن شاء الله ستنطلق الحملة بمناسبة الأكتوبر الوردي سنة تنطلق مع البلون كونسير اللي هو الأشغال زادة باش تنطلق دونك حملة كبيرة ضد الكونسير إن شاء الله سنة باش تنطلق بإشراف وزارة الصحة. هذا الكل ايجابي جدا ونحكيو على لاكسيون هذه ما مولاف كيما قلت انت معناتها سي كوميم اون بروميير في تونس سي اون اكسيون بحجم كبير واللي حاجه باهيه يمكن اللي تسلط الضوء برشا على سرطان الثدي في الاكتوبر غوز لكن هذه خدمه باش تكون على طول وعلى مده عام مش عام وعلى طول السنين الكل مطال ان شاء الله حتى كل عام مي هوني حسب اللي فهمت مع جمعيه نوران يبا يفوار ان بروميي بيلون وباش يشوفوا اذا كان فما نقايص هذه حاجه مهمه هو مش فايده اي عملنا التقصي باش نعملوا نوليو نعرفوا قداش عندنا من الحاله اثنين اوني بون شارج وباش نفهموا برشا حاجات هو مش فايده وعندها اللوجيسيال هدتونا زاد شركه اخرى ب 50,000 دينار في الذكاء الاصطناعي اللي هو يحلل الايكوغرافي وايكو مامو تقعدش تستنى انت نهارين ثلاثه باش تعمل بالرابور في وقت يعطيك انستونتاني يعطيك الرابور وهذاك باش نحطوه على ذمه وزاره الصحه باش نوليو عندنا كل دوني نفهم حتى الجهات تاع الولايه الجمهوريه الكل وين انتشار اكثر السرطان وعلاش وباش نفهموا برشا حاجات وباش تكون على المعطيات الكل هذا كل ايجابي وتمنيت جوستومون نكملوا ليميسيون بنقطه ايجابيه يعطيك الصحه سيده سراج شكرا لك شكرا ان شاء الله ديما مع بعضنا وحنا في ديما في خدمه المواطن التونسي والمريض سيده سراج صيدلي ومعد البرنامج شكرا لي كانت هذه ماك سانتي برو ليميسيون سانتي ديكسبريس اف ام ليميسيون اللي تابعوها كل نهار خميس نكونوا معكم الاربعاء للخمسه على اكسبريس اف ام ريم الانجليز رفقتكم وميكرو مشكوره سيرين حتيت في الاخراج وسليم في الاخراج الرقمي نتلاقاو جودي بروشان ان شاء الله نقولكم في الامان وباي باي.